صلى الله وسلم على إخواني في الدعوة النبيين والمرسلين، ورضي الله تعالى عن سائر الموحدين وجميع من يحمل هم هذه الأمة إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي الحبيب صلوا على الحبيب، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار. يا رب، كما جمعتنا اليوم في هذا المكان على طاعتك، نسألك أن تجمعنا يوم القيامة جميعا هكذا مع حبيبك في جنتك. يا رب، انظر إلينا الساعة نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اجعلنا من المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتبادلين فيك. اجعلنا إخوانا وعلى الدين إعوانا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، أصلح أولادنا، أصلح بناتنا، أصلح نساءنا. لا تعذب أحدا من أمة حبيبك محمد، لا تمت مسلما حتى تتوب عليه. انصر إخوتنا في سوريا، وانصرهم في فلسطين وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي المغرب وفي كل مكان. اللهم اشفق وطأتك على الصهاينة الملاعين وسجون أمريكا الطغاة الظالمين، وسائر من يمدهم بحبل من الناس إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على الحبيب المبشر النذير، والحمد لله رب العالمين.